في الفيديو اللي فات خلصنا جزء مهم في القصه جيم اوف ذا جنتلمان، ونستأنف مع بعض المزيد من لعبه هورايزون فوربيدن ويست. وظهر لي طبعا حاجه اسمها فصل عين الارض، المفروض ندخل المنشاه مش عارف فصل عين الارض دي. انا كنت اوريدي يعني قضيت وقت طويل في المرحله اللي فاتت، كانت طويله شويه، كانت فيها مرجل للناس اللي هي كانت نفسها تشوف المراجل، يعني طلبوا مني في التعليقات اللي هم نفسهم وحشتهم ايام المرجل بتاعه هورايزون زيرو دون، فاللعبه دي كان فيها نفس القصه يعني. المهم بعد ما خلصت المرجل ده ظهر لي الفاصل ده بتاع عين الارض، وشكل كده في اكستنشن في الميشن، انا مش عارف مش متاكد يعني، هنشوف مع بعض دلوقتي. خلينا نستأنف ونشوف اللي هيحصل، وما تنسوش اللايكات العنيفه بتاعتكم يا شباب، وتشتركوا مش مشتركين، وهيا بينا نستأنف ونلعب. طيب انا دلوقتي عندي نقاط، عندي 7 نقاط مهارة ممكن اعمله انفقهم لاحقا. خلينا بس نشوف هم الناس اللي كانت معايا فين. مش كان معايا ناس، هم هيفضلوا قاعدين هنا. يا فارل انت ايه عاجبك الفينش بتاع الارضية؟ البلاط عاجبك؟ يا زو جماعة طلع اسمها زو، انا كنت فاكر اسمها رو، لان انا لما كنت بمنتج الفيديو كانت الشاشه صغيره والنقطه بتاعت الزين ما كانتش باينه، فكنت بسميها رو. معلش طلع اسمها زو. هذا ليس جيدا. هذه الروح مينيرفا؟ انا لا اظن ذلك، على الاقل ليس مباشره. اوكي، بيقول لك جمع التوت العلاجي بشكل يفوق سعه الجراب الدواء سيرسلها الى المخبأ، فانا ممكن اروح المخبأ الم توت علاجي يعني. طب كويس، المعلومه دي هم قالوها لي غالبا في الاول وانا نسيت. شيء ما لا يريدنا هنا. تعال نشوف بس الاول هنا قبل ما نفتح الباب. انتوا ايه لازقين لزقه غريبه يعني، ما تروحوا تقفوا عند الباب، انا عايز ابص يمكن الاقي حاجه. غاويين مشوار انتوا على الفاضي. يلا. ماذا كان هذا المكان بالضبط؟ أرأيت شيئا كهذا من قبل؟ لا لا يا كدابة، ما الجزء اللي فك كله أماكن زي دي. انت واقفة بتتأملي في ايه؟ في حاجة مهمة؟ تعال نستخدم المسلاط. ده في حاجة هنا، باب قبو، باب محصن محمي بشكل هائل، ما زال قفلة سليما تقريبا. طيب واضح ان احنا محتاجين نروح على الباب القبو. هذا هو المخرج. ماشي. دخول غير مسرح به، باب اغلاق المشعر. الله الله الله، ماذا يحدث؟ اضواء الطوارئ تعمل على الاقل. ماذا حدث؟ مينيرفا هنا بالتاكيد، واظنها تحاول ابقائنا بالخارج. سأتفقد الطريق لأرى طريقة تدخلنا. وإحنا لسه في الخارج؟ إننا معك. لا، يمكن لمينيرفا أن تكون خطرة، لأتأكد أن المكان آمن. حسنا، سنظل هنا إن احتجتنا. طيب تسلق فتحة المصعد، نفتح بالعدلة. نزول الحافة وننزل ونطلع. هي بتقول تسلق، واضح ان في نزول وفي طلوع، في الاثنين، بس علامه بتشاور لي فوق، بس انا عايز انزل تحت. جاهز يبقى في خليط طاقه ولا حاجه؟ لا مفيش. طيب ماشي، موضوع خليط طاقه ده عامل لي عقده يا جماعه بصراحه. انت بخير يا جو؟ ما انا رجعت لكم تاني اهو. يا بيكلم زو. كل هذا مينيرفا وهيفاستوس وغايا، هذا ما سيساعد أغنية السهل؟ يصعب الشرح، أعني لا أفهم ذلك، لكن صحيح هذا ما بحثت عنه إيلوي طوال الوقت. حسناً، لأعرف مكان اختباء مينيرفا سأجد طريقة لأصل إلى أنظمة المنشأة. فتح باب بعتلة، تفتيش عن مينيرفا في المنشأة. موسط، مفيش غير ده. هي ليه الدنيا حمرا كده يا جماعة؟
المحظور. بس أي مرحب بك هنا؟ لا آسفة، لن تتخلصي مني بسهولة يا مينيرفا. طيب نطلع. ما فائدة الكابلات في المركز؟ دي كابلات؟ دي في فتحة هنا، بس كده الفتحات التانية اللي قفلت دي كان جواها برضو كولكتبلز. ربما سأفتحها بالسحب. نفتح دي، في اتنين اهو كمان. دي كمان. طب العلامة فين؟ مش مديني علامات. ده هنا الخروج وهنا. طب ادخل فين؟ حادي بادي تيدي محمد البغدادي شال وحط وكل على دي. نخش هنا. اشعر بتيار من الاعلى، ربما المخرج بالممر. تيار من الاعلى، ممكن نطلع، ممكن نروح هنا. ضوء الشمس اهو. دي حاجات بضوء عليها يا جماعه. مفيش حاجه هنا. ما هذا؟ انا هقع تحت ولا ايه؟ لا نطلع كده. يبدو كجزء اخر من المنشاه. اوكي، واضح ان مفيش حاجة تتعمل هنا، يعني حتى الباب مش عايز يتفتح. لن امر من هذا الباب في الحال، علي العودة لارى ما ساجده. طيب يبدو ان علي الصعود. ممكن اطلع فوق هنا، ممكن اروح شمال هنا عادي. ايوه كده خرجنا. انا خايف اخرج، ما اعرفش ارجع تاني. يجيب لي كاتسين واتضايق بقى. انا بالخارج لاجد طريقه لاعود للمنشاه، ربما ساجد طريقه بالاعلى في الجبل. نلم بس الحاجات هنا الاول. ممكن اطلع كده كمان. طب ده يوديني فين ده يا جماعه؟ كدت أصل. إذا تعاونت معي مينيرفا سأدمجها بغايا وأستعيدها أخيرا. طب معلش، أنا أتخلص من الوباء. واضح إن أنا ماشي في اتجاه. ربما تساعدني كي أتعرف على هوية من كانوا في المعمل. لما يمتلكون نسخة من إليزابيث؟ ولما النسخة الاحتياطية؟ دي الحتة اللي أنا هاجي من الحتة اللي أنا جيت منها. معلش، ده لما طلعت فوق. خليني امشي في الاتجاه التاني برضو. دي كانت فوق، انا كان عندي يمين وفوق، وعندي دي التانية. تعال نخش في دي نشوفها بقى. ايوه، طريق مسدود. طب الحمد لله، كويس ان انا جيت هنا. نطلع بقى فوق، نخرج ونكمل الطريق بتاعنا. في حاجة هنا؟ مفيش. طيب ليتس جو. شارع عادي. نمسك فين بقى؟ انا جاي من هنا. هو انا فين في خيط دلوقتي؟ انا المفروض عين الارض التفتيش عن مينيرفا في المنشاه. وانا ممكن اروح هناك. طيب ولا ايه؟ انا ما قدميش حاجه تانية اروحها يعني، غير ممكن هنا بقى اطلع فوق كده. ينفع؟ لا انا مش عايز اطلع هنا، انا عايز اطلع هنا. فوق فوق.
ايوه هو ده. يلا هاتي الورده دي. خد اي روبوت بقى هديه كده. قد اطير لهذه الحافه. قد اطير لهذه الحافه. انا حافه دي ما ينفعش انزل في الارض طبعا، لو نزلت غالبا هموت. ان نزلت ساموت. طيب اديني توت يا بنتي. اخش منين بقى؟ من هنا؟ انا همسك في دي بس بعد ما اخد الوردة دي. بعض هذه الصخور ضعيفة، بإمكاني إزاحتها. أنا صخور أغنية السهل. أتمنى أن يكون أفراد أوتارو بخير بعد الهجوم. حلو جدا الفيو ده يا جماعة، لا أوكي دخول هذه المنطقة، بس برضه حلو فيو يعني، عجبني جدا بصراحة. أنابيب بالأعلى، ربما تعيدني للداخل، لكن كيف أصل إليها؟ آها، ممر آخر. في حاجة هنا اخدها قبل ما اخش؟ لا ندخل على طول. كويس يا جماعة اللي انا قفلت الفيديو المرة اللي فاتت عند الحتة دي، عشان انا كنتش هقدر اكمل، كنت عايز انام بصراحة. هل اجد طريقة لاختراق هذا المكان؟ ممكن ننزل بس ناخد دي الأول. طيب ما تروح هنا يا لوي، في ايه؟ دي ناخدها ازاي دي؟ من هنا؟ من هنا. تبدو نوعا من القباب، ما فائدتها؟ نوع من القباب. كل دي لفة فعلا؟ النزول للأسفل. يلا إدراك نواته وقاية. لازم استكشف يا جماعة، ايدي بتاكلي ما بقدرش. يعني هي اللعبة معمولة عشان يعني اروح استمتع بكل كورنر فيها يا جماعة. راح برضو لازم يستمتع باللعبة دولارا دولارا. يلا مشو زي بتوع. مينيرفا، اريد شهادة التحكم ارجوك. تم رفض الدخول. لم تكن الأمور هكذا. تذكرين أي شيء؟ كنت جزءا من شيء أكبر سابقا، شيء نبيل. غايا، أجل، سوف تحيا لو منحتها الفرصة. لن أشغلها من دونك. هل سأفنى؟ ستصبحين داخلها وجزءا منها كما كنت. لا تعاسف، ستفنى. اقتنعت كده خلاص. شكرا شكرا يا مينيرفا.
إليزابيث سوباك ألفا الرئيسي. فعلا تجاوز الفارم. استرجع وظيفة مينيرفا للرمز البرمجي. تريدين بدء المصفوفة الاستكشافية؟ أمل النجاح. فروست، إذا اسمك إيلوي وليس إليزابيث. الكثير لنناقشه، لكن تمهيد مصفوفتي الاستكشافية لن يكتمل قبل مرور بضع دقائق. أما حاليا أقترح أن تتعرفي على هذه المنشأة، إنه أفضل خيار لنا كمقر عمليات، ويمكن استعمال معداتها لتحسين قدرتك على تجاوز الركود. أجل يبدو جيدا. أمنح وصولا لمرافقيك، سوف يصلون قريبا. حسنا، لكن لا تربكيهم، اتفقنا؟ لا خبرة لديهم بالأشياء مثل حسنا مثلك. ليست مزيفة؟ لا، الآن حقيقية. فارل، زو، هذه غايا. مرحبا. مرحبا. أهلا. إن غايا تستفيق. لا، نلقي نظرة. سأحدد موقع المختبر على مصلاتك. أنشأت شبكة بين أجهزة المصاريت تسمح لك بالتواصل عن بعد. جيد، ماذا كان هذا المكان؟ إنه مركز تحكم يمكن الفجر الجديد من الإشراف على عمليات إعادة التأهيل في المنطقة. أقترح استكشاف هذه المنشأة يا إيلوي إلى حين اكتمال تثبيتي. عندما تخلص السيت اب بتاعها او الانستوليشن اروح استكشف. طيب، اذهب الى مختبر. ما هذا؟ انشئ ليكون المكان الرئيسي لاجتماع عملاء مركز التحكم. ان المكان يسع عددا كبيرا، أو ربما يبدو كمكتب بعدد قليل. صحيح، توجه الى الامام. صممت المنشاه واحتوت على عده مكاتب خاصه. جيد ان يكون للمرء مكان عمله. انتوا مش عايشين في العالم بتاعنا. مساكين والله، في المستقبل السحيق. يا غايا، اين طاقه هذا الباب؟ مستواي الحالي في العمليات لا يسمح إلا باستعادة وظيفة أحد أجزاء هذه المنشأة. بمرور الوقت سيتغير ذلك. ماشي، فهمت. حامل نفسي بصدق. حمامات. فاسيليتي كاملة. البشر كانوا عايشين هنا لفترة طويلة. ما هذا المكان؟ كانت أماكن نوم عملاء مركز التحكم. يذكرني بالمسكن الذي نام فيه الطامحون قبل الاختبار. الطامحون قبل الاختبار؟ مين دول؟ وغرف كل واحد الحيز بتاعه. لطيف. طيب، اللي بعده. ما هذا؟ ده شاور كابسولز تقريبا. و
وجب أن تكون نقطة وصول إلى نماذج تدريب لإعادة التأهيل. مسحت النماذج للأسف عندما تدمرت قاعدة بيانات أبولو. هذا مؤسف. وهنا إيه؟ يبدو كمكتب آخر. إن لم يأتي أحد هنا فمن بنى هذا؟ غايا فعلت بمساعدة روبوتات. المكان ده عايز يتنظف تنظيفة ايه؟ يتنتع؟ يعني كله مصدي ومترب ويرجع تاني بقى ايه يشغي. هنا بقى المفروض الميشن. طب انا كنت جاي من هنا، الباب ده ايه وضعه؟ سيقودنا هذا الباب للمخرج الغربي، لكن اولا علينا مناقشة الكثير بعد مجيئك للمختبر. حسنا ماشي. طب كان المكان موجودا طوال الوقت وبني لأشخاص لم يأتوا إليه. وما السبب؟ تذكر الرجل الذي حدثتك عنه تيد فارو؟ في حاجة هنا. هو خرب بعض الأمور. هذا لم يكن بالحسبان. أيفترض أن يكون هذا مختبرا؟ كان هذا متعمدا. بعض بيانات الروبوتات المستعادة من مرفأ الإصلاح تبدو معطوبة. استخدام المحطة في هذه الغرفة سيريك كيفية إصلاح التجاوز. سألقي نظرة. طيب اذهب إلى مختبر. كده وصلت مختبر غالبا. معاينة محطة التصنيع. معاينة محطة التصنيع. استخدم محطة التصنيع اهو. تجاوز قرن الحرافة. ده المفروض انا عندي التجاوز بتاعه خلاص. روبوت استحواذ يحرث التربة قبل نشر السماد وزراعة البذور. يعني هو غرضه بتاع الزراعة، يعني عامل زي التراكتور كده، او بيقولوا عليه عندنا في مصر ايه والله مش متذكر اسمها بصراحة، بس هي الماشين اللي عندها عجل كبير قوي كده وعجل صغير قدام وبيحرث الارض برضو. المحرات، هو غالبا المحرات. يعني يترك اثرا متماثلا في نباتات ثلاثة نبوة سحابة رملية يمكن استخدامها للتخفي. التجاوز متاح. طبعا ده مفيش غير معروف، كل ده غير معروف. طب تصنيع التجاوز نصنعه. ده توجد موارد كافية. انشاء وظيفة. نعم ننشئ وظيفة عشان نتجاوز هذا الشخص يعني. طيب بس كده. سأحتاج بيانات من الروبوتات لإصلاح التجاوز المعطوب. اكتمل تثبيتي الآن. بإمكانك مواصلة استكشاف المنشأة يا إيلوري. عودي لغرفة التحكم حينما تستعدين. لدينا أمور نناقشها. طب ننزل هي الأول. جئت إلى هنا من قبل. أول مرة أدخل المنشأة. طب ما كان دخلنا منه تهالي. لن يفتح الباب. غايا لم تتمكن من استعادة تحكمها به. انت وهند بقى. هل أنا جيت قبل كده هنا؟ ايه ده؟ انت رو انت قاعده بتعملي يا رو؟ يمكن للنباتات النمو هنا. اية افكار؟ ربما. ما هذا؟ هل انا جيت هنا قبل كده؟ فوق نروح هنا. عين الارض، العوده لغرفة التحكم. ودي ايه دي؟ مش كاتب ايه دي؟ ودي محطه تصنيع اللي شفناها. تعال نشوف دي الاول. فين العلامه؟ فين؟ انا مش علمت يا جماعه. علمت. طب ليه ما فضلتش اهي؟ الله مش موجوده. اخس. طيب انا استكشفت الاماكن دي كلها. دي هنا في الحمامات والمكاتب صح، وهنا البتاع. طب خلاص مع اني نزلت بتاع. انا مش فاهم ازاي. طب انا نزلت من الباب ده بيقولي هتخرج من هنا صح، باب الخروج. انا نزلت وطلعت السلم تاني. حلو. طب خلاص نرجع بقى للمقر. فين المقر؟ منين؟ في ظهري. خروج
خروج هنا. هنا. حسنا، وقت التحدث إلى غايا. يلا. سأتركك. يرخي. مرحبا إيلوي. أهلا. إذا أنت مستعدة؟ أجل، لقد اكتمل التمهيد. تشير الاختبارات أن مصفوفة انطلقت ومستقرة. لابد أن لديك أسئلة. أجل، لكن لدي سؤالان. أولا، أول سؤال، البرامج الفرعية الغرباء. لن نصلح المحيط الحيوي دون جعلك كاملة. بحثت عن برامجك الفرعية في معمل حادس، لكن وجدت مينيرفا فقط. للحظ، قدرات هذه المنشأة الحسية أكثر تطوراً. سأبحث عن الآخرين. إرسال نمط الاستعلام. استقبال. المفروض أعمل حاجة هنا ولا إيه؟ عن أبولو وأرتميس وإلوثيا لا يوجد أثر، اختفت تماما. والآخرون؟ إيثر، ديميتر وبوسايدن متاحون. عثرت على المواقع، أمر يسير. وهيفاستوس؟ عثرت عليه كذلك، لكنه ليس كالبقية. ذلك أكيد. في أعوام ما بعد إشارة الانقراض تطور هيفاستوس، وأيضاً لم يعد محصوراً بمكان واحد. يطارد الشبكة التي تصل المراجل في جميع أرجاء الكوكب، مما يجعل إخضاعه شديد الصعوبة. دعيني أخمن، نحن نحتاجه. صحيح، قدراته ضرورية. من دونه بوسعي فقط تأخير الانقراض على الأرض. هيفاستوس هو أملنا الوحيد لإيجاد حل. سنبدأ هناك؟ مع الأسف لا يمكننا الحصول على هيفاستوس. لن يحدث إلا بعد أن تتحسن قدراتي بصورة كبيرة جدا. نحضر البرامج الفرعية أولا ثم هيفاستوس. بالضبط. إذن إيثر وديميتر وبوسايدن، كيف أحصل عليها؟ لاسترجاع برنامج فرعي يجب أن تذهبي لموقعه، وجدي المعالجة الهاربة فيه، ثم كما فعلت مع مينيرفا. التجاوز الفائق سيعيد البرنامج الفرعي إلى حالة الرمز البرمجي الأصلي. وكيف سأعيده إلى هنا؟ البرنامج يجب تحميله على جهاز تخزين ونقله يدوياً إلى المنشأة. على هارد ديسك يعني. USB. مخزنة على نواتك؟ أجل، ساعتها محدودة، لذا بوسعها تخزين برنامج واحد في المرة، لكن في باقي الجوانب ستؤدي الغرض. طب السؤال الثاني، الغرباء. ربما تساعدينني لأفهم شيئاً. قبل فترة مجموعة من الغرباء حاولت قتلي. الروبوتات تخدمهم، و نسخة إليزابيث سوبك معهم. أجل، سجل مصلاتك ذلك. الإليانز والشبهها دي إليزابيث، هل تعرفينهم؟ الإجابة مرتبطة بإشارة الانقراض التي أيقظت حادث وحثت سابقتي على التدمير الذاتي. إشارة الانقراض؟ حسناً، هذا نذير شؤم. لم تأتي الإشارة من الأرض إيلوي. إن الحسابات معقدة، ويبدو أنها قد أتت من تريليونات الكيلومترات. إن المسافة بعيدة،
ليقطعها الضوء سيحتاج 8.611 سنة. أوف، بعيد فشخ. 8 سنين ضوئية وستة من عشر. حسناً، إذن ماذا على هذا البعد ولما يريد قتلنا؟ نظام الشعرة اليمنية. الشعرة اليمنية؟ الشعرة اليمنية سفينتهم الأوديسة اليمنية. اتجهت إلى هناك لكن انفجرت. إلا إذا لا أعرف لما يتظاهرون بالفشل. لم يريدوا لأحد أن يعرف، لم يريدوا لبشر المستقبل الاعتقاد بأنهم كانوا هناك. لحظة، الذين حاولوا قتلي عند معمل اختبار حادث كان معهم النسخة؟ أتقصدين أنهم حقاً أحفاد فارزينث؟ أجل، هذا ما استنتجته. ومين فارزينث يا جماعة؟ أسئلة عن برامج الفرعية. أوكي، كل ده؟ ماشي. البرامج الثلاثة التي رصدتها، ماذا نعرف عنها؟ البرامج الثلاثة متصلة بمشاكل المحيط الحيوي. إيثر مسؤول عن إزالة السموم من الغلاف الجوي وحدة الطقس. بوسايدن يتحكم في التركيبة الكيميائية لموارد المياه. ديميتر يحصد النباتات ويعتني بها. إن أعدنا الثلاثة إلي ستشكل زيادة ضخمة لكثافة المعالجة لدي. لكن احذري، ردود أفعالها لنمط الاستعلام عشوائية، بلغة البشر خائفة تائهة ومرتابة. كامينيرفا، يجب أن تكتمل. بالضبط. طيب، برامج الفرعية؟ البرامج الثلاثة التي أنا عملتها دي. لأ، اخترتها. معلش، البرامج الفرعية مفقودة. البرامج الفرعية المفقودة، ماذا تعرفين عنها؟ أرتمس أعاد للأرض فصائل كثيرة من الحيوانات. إيلوثيا كانت مسؤولة عن احتضان ورعاية وتثقيف جيل جديد من البشر. أبولو كلف بالحفاظ على السجلات الهائلة للمعرفة والإنجازات البشرية وترتيبها ونشرها. مع الأسف مسحت بيانات أبولو المخزنة في 2 فبراير 2066 بأمر من تيد فيرو. فيرو، ها؟ أكره ذلك الرجل. هذا مفهوم. يبدو أنه نرجسي ومتسرع ومندفع وغير مستقر. البرامج الثلاثة المفقودة أدت غرضها بالفعل أو منعت من فعلها. أتحتاجينها؟ إن أمكن. أجل، سيزيد استرجاع عناصرها كثافة المعالجة لدي. مع الأسف لا طريقة لتتبعها، فقد اختفت بلا أثر. أوكي، ده كل دي ميشنز يا جماعة عاملها غالبا في الجيم. يعني عن هيفاستوس؟ قلت تحتاجين هيفاستوس لإنقاذ الحياة من الانقراض. لما؟ لكل برنامج فرعي قيمة، لكن هيفاستوس يعد هو الأهم. فقط باسترجاعه ودمجه سأكتسب قدرتي لتصنيع روبوتات جديدة في المراجل عبر أنحاء الكوكب. فقط من خلاله سأبرمج روبوتات جديدة وأعدل مهام الموجودة لنعكس الضرر البيئي بالكامل. استرجاع البرامج الأخرى قد تكسبنا الوقت، لكن دون هيفاستوس سأعجز عن تجنب انقراض واسع. نظراً لأهمية هيفاستوس، ما من طريقة لأسره ودمجه أولاً؟ أخشى أن ذلك مستحيل. في حالتي الآن، بعد الاندماج مع مينيرفا، أعمل فقط بأقل من 1/5 قدرتي المعالجة، والتي هي مقررة لدي. هيفاستوس يقزم الرقم.
إن قمنا بمحاولة إجراء الدمج وسط هذه الظروف، هيفاستس سوف يضمني بدلاً من حدوث العكس. لن ندمج حتى تتجاوز كثافة المعالجة لدي كثافته الخاصة. وكم من البرامج الفرعية سيحتاج؟ دمج إيثر وديميتر وبوسايدن سيوسع شبكتي الاستكشافية إلى كثافة 42%، متجاوزة بهذا هيفاستس. أوكي، مهم أوي هيفاستوس، يعني واضح لا مش هنعرف نخلص كل الكلام ده من غيره. وماشي، كيف نوقع به بقى؟ قلت هيفاستوس ليس موجودا في مكان واحد. صحيح، عكس البرامج المحصورة بمعالجات مادية منفصلة، هيفاستوس موزع عبر شبكة عالمية تصل بين مراجل الكوكب. لكن إذا حينما يحل موعد إخضاعه، كيف سنفعل ذلك؟ أنا لا أعلم. بينما تسترجعين البرامج الفرعية السهلة، سأحاول أن أجد حلاً. طب نرجع؟ لا، يستطيع هيفاستوس المساعدة في هزيمة أفراد زينيث؟ إذن باستعادة هيفاستوس ودمجه أيضاً، سوف تنتجين الروبوتات عند المراجل حول العالم كله؟ أجل، والقدرة على برمجة سلوكياتها أو التحكم فيها مباشرة. إذن أنت ستبنين جيش روبوتات؟ وتقضين تماماً على أحفاد فارزينث؟ طبيعتي أن أقوم بكل شيء ضروري لحفظ الحياة على الأرض، الإنسان أهم شيء. لذا أجل، بمجرد أن أحصل على قدراته فاستس، سوف أصمم وأبني وأقود جيشاً كذلك. نظراً لطبيعة تهديد فار زينث، ربما فعلها خيارنا الوحيد. علي الاعتراف بشيء، أخاف من استخدام تقنية كتلك للقتل، بالرغم من عدائية العدو. جيد، يعني أن لديك ضميراً كما أرادت إليزابيث. بالطبع. طب نرجع بقى ولا إيه؟ خلاص كده نرجع، خلاص كده بقى. أفراد رينيث زينيث، ياه ده كتير قوي يا جماعة الكلام ده، بس عادي أنا بعمل ووك ثرو والحاجات دي لازم كلها نعدي عليها عشان نفهم القصة بالتفصيل ونعرف تفاصيل المهمات اللي احنا رايحين عليها يعني. فخلينا نشوف خطة أحفاد فار زينيث. الإشارة كانت لتدمير الحياة على الأرض صحيح؟ لما يريد أحفاد فار زينيث فعل ذلك؟ لا يمكننا إلا التفاهم. لما الأرض خطر عليهم؟ لسنا عقبة في طريقهم، لا نعرف عنهم شيئا. صحيح، إلا إذا كانوا يريدون الكوكب لأنفسهم؟ الغرباء كانوا يبحثون عن نسخة غايا احتياطية. إن فعلوا ذلك وشغلوا نسخة غايا وعززوا قوتها حتى تسيطر على هيفاستوس ثم نظام إعادة التأهيل. إذن أجل، استخدام النظام لإنجاز ما عجزت إشارة الانقراض عنه، تدمير الحياة ثم بناء محيط حيوي جديد بالكامل تلبية لمواصفاته. ربما يحاولون فعل ما نفعله، لكن بنتائج عكسية. الانقراض بدلاً من النجاة. إذن هذا سيء. طيب كل ده أكتف لسه، كيف وصل أحفادي لهنا؟ قلت إن الشعرة اليمنية بعيدة عن الأرض 81 تريليون كيلو متر، أو 8.6 سنة ضوئية. صحيح، إذن كيف وصل الأحفاد إلى هنا؟ كسفينة فضاء مثل فانيسا، لكن متقدمة أكثر. الرحلة استغرقت إلى الشعرة اليمانية بالأوديسا 300 سنة، ويبدو هذه كانت أسرع. إن غادرت الشعرة اليمانية عند بث إشارة الانقراض لأول مرة، الرحلة تكون 29 عاماً، أي .297 من سرعة الضوء. وإن لم ينطلقوا قبل أن يعرفوا بفشل إشارة الانقراض، ستكون الرحلة أسرع، 13 سنة، أو .662 من سرعة الضوء. حسناً يكفي، تصيبينني بالدوار. وأنا كمان والله، معلومات too much information يعني. طب النسخة؟ من قابلتهم عند مختبر حادث كان
لديهم نسخة من إليزابيث سوبك. هذا يتواءم مع فكرة مجيئهم لسرقة تقنيات الفجر الجديد، صحيح؟ أجل، كما تظهر خبرتك الشخصية، نسخة إليزابيث سوبك تعمل في الواقع كمفتاح لنظام إعادة التأهيل. لكن ترى كيف صنعوا نسخة؟ الأوديسا حملت 200,000 بويضة بشرية مخصبة، ومليون وحدة حيوانية، ومليارات من بذور النباتات. ربما مادة إليزابيث سوبك الجينية اتخذت كعينة بمعرفتها أو دونها، وحملت على السفينة في التخزين. ذلك حسناً، لكن أعني هذه النسخة، كيف شاركت في ذلك حقاً؟ تدمير حلم إليزابيث؟ هي شريرة. من الصعب معرفتها، ربما ولاؤها للجماعة وأهدافهم، أو ربما هي تابعة وليس لها خيار إلا طاعة أوامرهم. إليزابيث سوبك تابعة؟ لا أظن ذلك. طيب تقنية فارزينيف أنا شفتها، كيف تعقبت الإشارة؟ أنا كده شفته تقريبا. العودة، المحيط الحيوي. ما حالة المحيط الحيوي؟ هل يعمل نظام إعادة التأهيل؟ نوعا ما، لم يتوقف النظام عن العمل قط. الفارق، منذ تدمير سابقتي لم يكن هناك منظمة مخابرات لرصد عملائها الآليين والتكليف بالمهام الجديدة، والنتيجة تراكمت الأخطاء، ويوما بعد يوم انحرف المحيط الحيوي بشكل حاد نحو الدمار. الشهور الحالية أصبح المحيط الحيوي مضطربا بوضوح، لكن الظاهرة الحديثة تقدم تلميحا على أن التشابك وتسارع وتائر الاختلال البيئي يقودون المحيط الحيوي للأرض إلى الانهيار. ألا تفعلين أي شيء لإيقافه؟ إن أعدت إيثر وبوسايدن وديميتر إلي، يمكنني القيام بتعديلات متواضعة إلى النظام. الطقس سيتحسن، وستصبح المياه نقية، ونمو النباتات سيقيد. لكن التعديلات لن تدرأ الانهيار، لكنها ستعطينا الوقت. بمساعدته فاستس، يمكنني تصميم وإنتاج عملاء آليين مهمتهم إصلاح الأضرار بشكل نهائي. كل الجهود ستكرس تجاه ذلك الغرض. كم الوقت لدينا؟ كم من الوقت لدينا؟ بهذه المعدلات وبلا عوامل إضافية، ليصل المحيط الحيوي لنقطة لا عودة يحتاج لأربعة أشهر. وإن وجدت إيثر وديميتر وبوسايدن ودمجتها معك، سوف تحصل على أشهر قليلة. لكل شيء قيمته. طب خلاص لنبدأ بقى، يلا بينا. ده لسه في دي أفراد تثبيت، لسه دي ما اتعملتش. أنا يا جماعة فوتت دول. الإشارة لم توقظ حادث فحسب، بل جعلت البرامج الفرعية واعية. لما؟ لقد تساءلت عن ذلك. ما أقوله إن حادث كان الهدف الوحيد. الوعي الجزئي الذي نقل إلى البرامج الأخرى كان حدثاً عرضياً. إذن لا ترسل الإشارة إلا بشخص يعرف النظام جيداً، ها؟ أجل، فتصميم الإشارة كان دقيقاً جداً ومتقدماً للغاية. رغم خبث نوايا هذا الشيء، إلا أنني معجبة بذكاء من أنتجها. طيب، تقنية فارزينيف؟ إن أتى الأحفاد إلى الأرض على سفينة فضاء، أنا أظن أن تقنيتهم أقوى من كل النواحي، صحيح؟ أجل، فكما اتضح تماماً من مقابلتك لهم، يبدو أنهم يستخدمون الروبوتات خدماً، وأيضاً يبدو أنهم مزودون بمجال طاقة واق يحميهم من الضرر. بلا شك، من قاتلته بدل يقهر. عبر التاريخ،
كل تقنية دفاعية تم هزيمتها بمثيلتها الهجومية. كمثال، إذا استوعبت هيفاستس واستخدمته لصنع قوة من روبوتات القتال، لا حماية ستقف أمام هجوم كذلك للأبد. لذا هناك أمل. دائما. أحب الناس البوزيتيف يقول يا جماعة. كيف تعقبت الإشارة؟ لكن كيف أتت إشارة الانقراض من الشعرة؟ أتى المفتاح ببيانات على مصلاتك من استجواب سايلنس الحادث. مدة الإشارة نفسها 17.22 سنة. هذا غير منطقي. قلت إن الإشارة استغرقت 8.6 سنوات لتصل. لم تستمر الإشارة بالبث بعد استقبالها وبعد أن دمرت نفسك؟ المرسل لم يعرف أن ذلك حدث حتى تلقى ملاحظة من حادث، ليعود في 8.6 سنوات أخرى. صحيح، حينها فقط سيتوقف المرسل عن البث بعد 17.22 سنة. بتخفيض المدة للنصف تكون المسافة التي سافرتها الإشارة. ومن هنا تفقدت بياناتي الفلكية لأصل إلى موقع على بعد 8.6 سنة ضوئية. كانت الشعرة اليمانية المصدر الوحيد المنطقي لأنه كان وجهة فار زينث. أوكي، العودة بقى كده. كان خلصت كله لنبدأ. سأذهب وأبدأ في استرجاع البرامج الفرعية. ماذا تعرفين عن مواقعها؟ عندما دمرت سابقتي نفسها، بحثت البرامج الفرعية عن معالجات قادرة على حملها. لذا مع كل منها ستبحثين عن حاسوب قوي أو شيء كهذا. إيثر هو الأقرب، وبالتالي من الأسهل الحصول عليه. رغم ذلك، يبدو أنه في وسط أرض التيناكث. ما أعرفه عن القبيلة يقتصر على قراءة مصلاتك، لكنهم لديهم ميل واضح إلى العنف. تعبير لطيف. ماذا عن بوسايدن وديميتر؟ لجأ بوسايدن لصحراء جنوب هذا الموقع. بيانات الجغرافيا الأولية تشير لمستوطنة من العالم القديم تدعى لاس فيغاس تقع هناك. أطلال وسط الصحراء، موقع غريب لذكاء مكرس للماء. أجل. وبالنسبة لديميتر، يبدو أنه يقع على ساحل في أقصى الغرب. لا يمكنني تزويدك بمعلومات عن هذه المنطقة، لذلك سيكون الأصعب استعادته. حسناً، 3 برامج لأسعى وراءها. إيثر في مكان ما في تيناكث، بوسايدن في الصحراء، ديميتر على الساحل. أين ستبدأين؟ مستوى 17. أنا في مستوى كام دلوقتي؟ نرجع، ممكن ما نبدأش دلوقتي، نعمل ميشن تانية. في الواقع أريد مناقشة شيء آخر. كما تشائين. لا، أنا مش عايز أناقش حاجة، أنا عايز أمشي بقى. نبدأ، مفيش غير نبدأ، لازم أختار واحدة. وقت العثور على أحد البرامج الفرعية. من أين ستبدأين؟ تعال نشوف ده. سأتجه إيثر. إلى إيثر. إذن سوف أوجه مصلاتك نحو إيثر. إن حصلت عليه سأستخدمه لإخماد أشد العواصف في المنطقة. رغم احتياجي لهيفاستس والسيطرة على روبوتاته من أجل استقرار المحيط الحيوي، إن غيرت رأيك يمكنك أن تحدثي هدفك من واجهة مصلاتك أي وقت. وسأنقل أيضاً ملخصاً للبيانات المتوفرة فيما يخص كل البرامج الفرعية. شيء آخر أساعدك به، أعرف المهمة أمامك كبيرة. كبيرة صحيح؟ ده حوار، ترى حوار كبير جداً يعني. هناك خط؟ لا أعرف، الأمر فقط أن إليزابيث صعبت الأمر. كانت تحلم لك من أجل الحياة على الأرض، وساءت الأمور، والآن علي أنا أن أصلح ذلك. تظنين أنني أستطيع؟ أصلح النظام؟ أهزم فارزينس؟
سأكون كما أرادت؟ بلا شك، في رسالتها الأخيرة قد أعلنت عن ثقتها الراسخة في نجاحك. أنت قادرة على فعل كل شيء، محوت حادث وأعدت تشغيل نواة نظامي، وستنجحين في ذلك. شكرا غايا. شكرا على الإطراء. والله أنا مش عارف من غير التشغيل ده كنت هعمل إيه. لقد فتحت مخارج المنشأة، أحدها يقود إلى الغرب والآخر إلى أسفل الجبل عند أغنية السهل، إن أردت الاتجاه للشرق. فارن؟ واو، علي أن أعتاد ذلك. أنت إيلوي؟ أجل، فتحت جايا مخارج. هذا مخطوط من المسلاط. قابلني وزو عند الباب الغربي. سنكون هناك. أسست قاعدة التحدث لغاية الخروج من القاعدة عبر الباب الغربي. ايه المكان ده؟ فحص جهاز مراقبة مناخ الظرفي. غاية، إيه ده؟ ما هذا؟ جهاز تحكم للتصوير من خلال الدرونات مرتبط بهذه الفقاعة. درونز. سأنقل البيانات المرتبطة إلى مصلاتك. إذن نظام مراقبة المناخ الظرفي غريب قوي. جمعت معلومات متاحة عن نظام مراقبة المناخ الظرفي من أجل الاطلاع. بلا 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 بلا. ماشي. درونات تراقب حالة الغلاف الجوي المتدهورة. الغرض كان العرض على القبة، لكن لم تعد الدرونات متصلة. إن وجدت الدرونات في البرية سأخذ البيانات منها وأستخدمها لتوصيلها واسترجاع شاشة العرض. طيب نخرج بقى من القاعدة. حاجة تانية هنا؟ فين؟ نخرج منين؟ من هنا بقى. فين المكان هنا؟ انا كده هموت ولا ايه؟ انزل منين؟ برضو؟ ما تنزليني يا جاية. من هنا. ازاي مش شايفها دي؟ حسنا، سأحضر إيثر من أجل غايا. فارل وزوي ينتظرانني عند المخرج الغربي. أستطيع الاتجاه شرقاً أولاً. سأتفقد أغنية السهل بعد الهجوم، أو يمكنني القيام بالبحث من هنا. أنت باب الغربي؟ غالباً هو ده. متأكدة؟ أجل، أظن أن هذا أفضل. واو واو واو، عظمة يا جماعة. يجب علي أن أتجه غربا لأحصل على مكونات غايا لجعلها أقوى. تستطيعان البقاء هنا الآن. غايا ستساعدكما بالمعلومات. لا أحاول استبعادكما، هذا أشبه بتدريب. في الواقع سأعود لأحضر إيرند إلى هنا. اسمعي، الحلفاء، الأصدقاء يساعدون. لدينا مكان الآن، وكما قلت غايا ستزودنا بمعلومات. سنكون بخير. حسنا، خذ هذه للارتداء وللاحتياط. توقف عند صدى الصخرة ولتقم بالبحث عن ميلو كي ترسل لتالانا أنني وجدت طريقاً. سنفعل. هل ستذهبين معه؟ لا، بعد ما حدث في الكهف بالأسفل سأبقى هنا لفترة، فهناك الكثير كي أفهمه. ربما عندما تعودان سيكون لدي ما أعلمه لكما. أتطلع لذلك. متى ستعودين؟ أنا لست متأكدة، لكن أتمنى أن أعود بأحد مكونات غايا معي. كوني حذرة. في أغنية السهل سمعنا عن تضرر أراضي تيناكت من العواصف والربوتات، والآن رجالة. لا تقلقي حيالي، أنا بخير. حظا سعيدا إيلوي. فيش حضن كده ولا بوسة؟ طيب أراضي عشيرة التيناكت.
أكملت الفاصل. هناك ثلاثة برامج فرعية لغايا. عين الأرض. ومن يدري ماذا أيضا. طبعا يا جماعة أنا شايف من أمام هذا المنظر الخلاب اتفتحت مهمة رئيسية جديدة اسمها بحر الرمال، ومهمة رئيسية جديدة بذور الماضي، يعني في حاجات كتير طبعا فتحت أمام هذا المنظر الجميل، السماء المشروخة، كل دي مهام رئيسية فتحوا التلاتة مع بعض في نفس الوقت. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو يا جماعة. أنا شايف يعني الفاصل ده كان طويل جدا وقعد تقريبا فوق 50 دقيقة عشان أسجله، ورب تكونوا استمتعتوا بمشاهدة من قدام هذا المنظر الغروب الجميل جدا، اللي أنا مش عايز أقفل وعايز بعد ما هقفل الفيديو غالبا هفضل سايبه كده وول بيبر قدامي على الشاشة وأنا بشتغل، يعني هيبقى فكرة لطيفة جدا. كان معاكم أحمد بهجت جيمرز أند جنتلمان، وما تنسوش تقولوا في التعليقات إيه رأيكم في هذه الميشن وانطباعاتكم عنها واقتراحاتكم عن الميشنز اللي جاية. بس كده، واشوفكم فيديو الجاي، ومع السلامة. بصوا يا جماعة الشمس بتتحرك ازاي وبتنزل.